تخيلتي اليوم ندير لكم تريده ولا نقولوا لها تشختوخه. تشختوخه الصفر هذه فتاتي راكم تشوفوها، هذه تنتبع في الحوانت اندستريال تاع المصانع ولا تخدم في الدار. نديروها بالدجاج ونبداو على بركه الله نوريكم المقادير تاعها. ماشي بنينه، نبداو عندنا دجاج، كميه من الدجاج. نبداو في لاصوص تاعها، نبداو الدجاج نديروه هنا، نديرو فتاتي هكا الدجاج، نديرو كمية كبيرة من البصل وقليل من الثوم، كثرتها كمية البصل هي تغلب كمية الثوم، هاذيا البصل ديالك بزاف والثوم قليل، نزيدو حبة طماطم طايبة هكا راقي. هي اللي تبث قلنا هذيك المرقة تاعنا، قليلا من العكريت، قليلا من راس الحانوت، وطماطم مصبرة اللي هي طماطم كونسونتخي تاع البواطات حق مغيرفة. عندنا قليلا من الملح، ونخلطها شي نخليها هكا تقلى على الدجاج تاعنا، والدجاج على حسب الكمية على حسب العائلة، كل واحد شحال يدير واش عنده. خليه يتقلى مليح مليح الدجاج تاعنا في الواسع في الكوكوبات تاعنا، علينا قليلة قليلا منا الحمص. ونجي يا خواتاتي ناخذوا هذيك التريده تاعنا اللي قلت لكم هي تنتباع بالباكيات في الحوانت، يعني تنتباع تنخدم في المصانع وكاينين تخدم في الدار اللي يعيطوا لها تختوخه ولا تختوخه تصفر، كل واحد واش يعيط لها مضيفه وخذتها من الشرق الجزائري يطيبوها. ناخذوا قليلا من الزيت هكذا، نديروها قليلا من الزيت لما تلصقناش، فتات نديرها هكذا مليح بين يدينا، فكل حبه تجي محلوله هكا ما تعجنناش هكذا مليح بالزيت هكذا كما راكم تشوفوا. بعد ناخذوا الكسكاس تاعنا، فوق النار تفورنا وناخذو حبات بيض معاها نحطوهم يغليو، نحطو تفورنا نخليوها تفور شحال من خطرة حتى حبتها تباسها غير بالله هكذا في الزيت، باقي نغطيوها ونخليوها تفور ما نديرولها ني ما نحتي حاجة، نقلبوها ساعة لي ساعة برك باه ما تتعجنش برك هذا ما كان. ساعة لي ساعة تقلبيها تقلبيها هكذا، تقلبيها تغطيها تقعدي تقلبي فيها حتى حبة التريدة هذيك تولي طرية، بعد نحيوها. قرب شوف خواتاتي خلينا هذاك الدجاج تقلينا مليح غير في لاصوص تاعو باه يختار مع الطماطيش هذيك تاع الحب، بطاطينا المرقة ثقيلة وبنينة، مكانش نزيدو نزيدو كمية من الماء الساخن، كمية من الماء الساخن جهد ما يتغطى لنا الدجاج تاعنا، نخليوها طيب ومن بعد نزيدو لها كميه من الخضر اللي يحب يدير لها الخضر يدير لها. عندنا قرع وجزر، اللي يحب يدير لها هذه يدير لها، واللي ما يحبش يستغنى عليهم ما يحبش الخضر يديرها غير هكذا في مرقه وحدها. ولا البنه سر البنه مع ثاني نديرو لها غرين حابطه بان البنه تاع التختوخه، ونخليهم يطيبوا بعد نوريكم كيفاه نقدموه. هاي خواتاتي فورناها خليناها على حبه ما تتعجنناش، فوروها مليح دوكا نشوفو الماقه تاعنا ها هي نقصد بعدا التريده هذيك تاعنا ونحطوها حطوها غير بالحال غير بشويه بشويه حتى تشرب. نخليوها هكذا خواتاتي، نبداو نحطو غير بالقل
بالكميه هكا بالكميه بشويه نحطوها حتى تشرب لنا، كنخليوها تتجمر. مره نحطو كميه بشويه كميه ونخليوها حتى تشرب لنا شويه تتجمر، ماشي حتى تنشف كامل، تكون شويه فيها منقص قليله. وبعدين نوريها لكم في وصفة التقديم في صحن التقديم. هاتي هاي الشخشوخه تاعنا، شوف هاد جات مقلي نحار معاه، عطينا بنة نشبحوها بحبات بيض مغردين وشويه دجاج. وبصحتكم وبصحتي، وما تنساش تجربوها، ردوا لي في التعليق، راه يجي بنينه، حاجه هامه وحاجه بنينه. وان شاء الله تعجبكم الوصفه، وان شاء الله ما تنساوش ديروا لايك وتفعلوا الجرس، وبقاو على خير.